يمكن احنا محظوظين في رمضان بعدد المسلسلات الحلوه اللي حصل، وايضا في العيد اللي فيه افلام حلوه كتير جدا في الموسم ده. ده ظهر ربما من خلال الاقبال الكبير على كل دور السينما اللي شافت عدد كبير جدا من الناس اللي رايحه تتفرج على هذه الافلام. الايرادات او شباك التذاكر زي ما بيقولوا في الاربع ايام اللي فاتوا وضح ده كويس. ربما من أهم الأفلام اللي حصلت على إيرادات كان فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي، وكان أيضا في فيلم العنكبوت لأحمد السقا والفنانة منى زكي. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيرصد أهم الملامح القصة. موسم مختلف واستثنائي من أفلام عيد الفطر المبارك. نجحت أفلام الموسم السنة دي في تحقيق الجذب الجماهيري، وقدر يجني شباك التذاكر إيرادات ضخمة من بداية أجازة العيد، وصلت لأكثر من 15 مليون جنيه. اتصدر قمة الإيرادات فيلم واحد تاني اللي بيقوم ببطولته النجم أحمد حلمي، اللي رجع من خلاله للشاشة الكبيرة بعد غياب استمر 3 سنين. العمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وبيشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبي ونسرين أمين. وبتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حلمي بيجسد شخصية موظف شغال أخصائي اجتماعي بيكتشف بعد ما بيقابل زملائه القدام فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فبيلجأ لاختراع يرجع له شغفه من جديد، لكن الأمور بتنحرف بشكل غير متوقع. ما ينفعش تخرج اللبوس اللي جوه، ويا دار ما دخلك أي حاجة، فكده نبقى احنا الاثنين اول واحد يحصل له اللي حصل ده. هحكي لك. الفيلم الثاني هو العنكبوت اللي بيقوم ببطولته الفنان احمد السقا والفنانه منى زكي وظافر عابدين وتاليف محمد ناير، والمخرج هو احمد نادر جلال. بتدور احداث الفيلم في اطار اكشن سسبنس عن ازمات رجال المافيا، وبتجسد فيه النجمه منى زكي شخصيه مرشده سياحيه وبتتكلم باللغه الكوريه في بعض المشاهد. بسرعه يا وليد بسرعه يوم خططت للي حصل واستنى قطع راس الحيه. اما الفيلم الثالث فهو زومبي اللي بيقوم ببطولته الفنان علي ربيع من تاليف امين جمال ووليد ابو المجد واخراج عمرو صلاح، وبيشارك في البطوله الفنان حمدي المرغني وكريم عفيفي وهاجر احمد وشيماء سيف والفنان الكبير محمد محمود. بتدور احداث الفيلم في اطار كوميدي عن فرقه غناء شعبيه فيها مطرب شعبي بيجسده الفنان علي ربيع وشاعر وهو دور الفنان حمدي المرغني، وبيحصل بينهم مفاجآت كتير. الزومبي دول كتير قوي، هما بيبيضوا ولا بيولدوا؟ انا عارف هنعمل ايه. في واحد قال لي مثل صيني زمان بس ما فهمتوش. ليه؟ عشان بالصيني، هفهمه ازاي؟